كيفاش نعكس عليك الحجر الصحي بالايجابي ولا بالسلبي وعلاش؟ وعلاش والله غير نعكس. شوفي انا في حقيقه في حقيقه الامر هادي قاعيتك كيما نقولوها دوك هادي كورونا هذا كيما نقولوها مرض وباء على كل حال عطاونا كيما نقولوها ربي سبحانه كاين يخرج عليك كيما خرج كيما انا يوم ما كنت فشل ما خرجش عليا قاعيتك اهلك بزاف الناس الغاشي على بالك الور فاليميون انسان ما يخرجش باش يجيب العدوى لولاده ولا لمرته ولا هذا فاليمي يريح في دارو سي بون خير باسكو تاخذ كاع الاحتياطات نتاعك الصحيه وتريحي سي تادير راكي اون سيكيريتي. انت كي قعدت في الدار يعني خرجت عليك الحجر الصحي؟ خرجت عليا 100%. علاش؟ هكذاك باسكو تهنينا من الهرج تهنينا من الغاشي هذاك من ما بين وبين مليح من جهه مليح ومن جهه ماشي مليح. واحد يقعد في الدار نهار كامل هو في الدار ما يخرج ما والو صعيب الحال سورتو 6 شهور عندنا 6 شهور برك. ايه ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ونتهناو منه ودوك انا ظنيت باللي هو بدا يحبط ان شاء الله نوليو نخرجوا كما كنا بكري ونعيشوا الناس راهي بقينا مشومرين ما نقدروش نكملوا اياماتنا. انا واحد من الناس دوك جيت نسيت الدراهم ما عندي حتى دورو باش نروح للدار ما عنديش فوالا باش تشوفي نعم معليش انا ندبر راسي قادر ندبر راسي ايه ما كاش مشكل وان شاء الله ربي يفتح علينا بيبان الخير وخلاص. دونك علاش باسكو كنت خدام ومن بعد ملي جات الكورونا حبست الخدمه نقصوا لنا بزاف صوالح نقصوا لنا كيما نقولوا المدخول نقص الازدهار ما كاش في بلادنا تسمى كيما نقولوا دوك افون قبل كورونا كيما نقولوا كنا نبوجي ونحوسوا كاين مدخل تشري تبيع ما نباليش انا تخدمي كاين مدخل عندنا بلادنا كيما نقولوا الله يبارك بها انتك تسمى كان عندنا المدخل تسمى ملي جات الكورونا شغل ما شغل ما خرجتش عليا شغل عقدت لنا كلش بزاف هذا ما كان ان شاء الله اختي كيما نقول هذا ما كان بالسلبي بالايجابي تجوزت محنه كبيره ما كانش شكون يجيب لي ما كانش شكون انا وحدي في الدار ما عندي حتى واحد معايا الاخرين متزوجين كامل في ديورهم صافي تعكست عليا الحجر الصحي هذا مليح يقول لك الوقايه خير من العلاج فهمتي سي با لا بان ديا حتى تودي روحك للخطر يجي برا يزوم الواحد يسعل قدامك ولا يعطس ما ديرهاش في بالك حتى تلقى تروحي لدارك متعديك على الانسان ياخذ الاحتياط نتاعو خير. الاخرى تنتاكست عليا ما كانش شكون يجيب لي دراهم شكون يستكلف بيا. قعدت من بعد ما نقدرش نمشي بنتي كي قعدت شحال ما خرجتش. قول لي 4 شهور ما خرجتش للزنقه ما حليتش الباب خلاص. ما حبوش الدراري وقعدي في الدار وقعدي في الدار. خديت ركايبي ما نقدرش نتحرك بها. الناس هنا كما انا في نفسي 5 شهور جات كورونا في وطننا في الجزائر من المنزل للشارع ما عندناش حركات باش نخرجوا مثلا للعمل لا تروح تقضي ام تروح تشري يلحق الوقت المناسبات وحنايا انتهينا غير مع الدار مع التلفزه مع الشباب مع اللي جنب الدار نقصروا نضحكوا مده 5 شهور جبتناها كاع كوميك ضحك كوميك. وانت عكس عليك بالسلبي ولا بالايجابي؟ انا اختي انا واش نقول لك انا؟ انا بالسلبي ولا ايجابي انا دوق خيمي كانت مع الاول 5 شهور ما خرجناش كاع بالسلبي ولا ايجابي دوق الحمد لله الحركه بدات تمشي انا خرجنا للشارع. الحجر الصحي هذا انعكس عليا بالايجابي وعلاش في الدار عندي انترنت تلفزيون كتابات زوجة تاعي بابا يما لا فامي سيتي بيان سونتي افون تو فهمتي ايه هذه هي ان شاء الله ربي يرفعني لباب ان شاء الله ان شاء الله وليكم الجميع والجزائريين كامل وربي يرفع الباب وتولي تولي المل مجراه تولي الطبيعه للناس و باسكو حبست كاع الناس الناس العراس الجنازات ما يروحوش العراس ما يروحوش المساجد ما يروحوش الوغ سي ان بو ديكوتون مام الخارج ما يقدرش يروح.
يقعد غير في الدار، غير في الدار سمات له كل شهر. ان شاء الله يرفع علينا ربي هذا البوا هذا، باش الانسان درك راني نمشي بالدمه، انا رايح عند بنتي باش كاش ما نتسرح شويه، والحمد لله. واش نقول له؟ ربي ان شاء الله ينزل علينا هذا اللي عطاها لنا ربي، هذا ما كان من العالم كاع. ان شاء الله ربي العالمين يكون معنا ويكون مع المؤمنين، ان شاء الله ربي يشوف فينا ويطبي هذه الجمرات. ان شاء الله تروح الحجر الصحي هذه وفي اقرب الوقت ان شاء الله قال البيبان تحلو، تحلو المدارس، تحلو اشياء، تحلو ادارات، تحلو الشركات، تحلو كل المواطنين، تحلو الاسواق كما كانت، وتولي ان شاء الله الورود والظهور في الجزائر.